ويكي بودكاست، سلسلة بودكاست حول ويكيبيديا ومجتمع ويكيميديا. أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم معنا في بودكاستكم الشهري ويكي بودكاست، البودكاست الذي يلقي نظرة عامة على عالم ويكيبيديا الموسوعة الأكبر في تاريخ البشرية. في كل حلقة سنتعرف وإياكم على موضوع جديد، برنامج جديد، أعضاء جدد. الحلقات ستكون بلغات ولهجات متعددة كاللغة العربية واللغة الأمازيغية والدارجة المغربية. أنا لبنى إت أوماست، عضوة بمجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب. في حلقة اليوم سنتعرف على نشاطات ويكيميديا السودان رغم الظروف الحالية التي تعاني منها البلاد، من خلال حوار مع السيدة علا، عضوة بمجموعة ويكيميديا السودان، للحصول على معلومات تمكننا من فهم أفضل لعملهم في تعزيز وصول المعرفة للمجتمع. أتمنى أن تستمتعوا معي ورفقة ضيفتي. قبل البدء، دعوني أرحب أولاً بضيفتي السيدة علا. سيدة علا، أهلاً بك. أهلاً وسهلاً، شكراً لبنى لاستضافة اليوم معكم في برودكاست ويكيميديا. أهلاً بك مرة أخرى سيدة علا، وبالمغربية مرحباً بك معنا اليوم. أولاً نود أن تعرفينا عن نفسك. طيب، أنا في البدء شكراً جزيلاً مرة أخرى على استضافتي وعلى استضافة عبري مجموعة السودان. اسمي علا عبد الله، سودانية أقيم حالياً في القاهرة. أنا متطوعة وعضو مؤسس لمجموعة مستخدمي ويكيميديا السودان، وأكتب وأساهم في الموسوعة تحت اسم علا مهدي منذ 2018. جميل جدا سيدة علا، وأهلا بك معنا مرة أخرى. هنا سيدة علا، هل يمكنك أن تحدثينا عن تاريخ مجموعتكم؟ يعني متى تأسست؟ بصورة رسمية نحن تقدمنا للطلب في 2019، ولكن الفكرة واللقاء الأول للأعضاء المؤسسين للمجموعة كان في 2018. كان استضافتنا من سفارة السويد في الخرطوم، في العاصمة السودانية الخرطوم، وفي ضمن مشروع ويكي جاب اللي هو يهدف إلى سد الفجوة في المحتوى العربي على ويكيبيديا حول النساء. فنحن مجموعة من الشباب والشابات تمت دعوتنا لأنه نتعرف على عالم ويكيبيديا ونساهم في تحرير المقالات. ومن بعدها انطلقت الفكرة أو تخمرت الفكرة بيننا أن نواصل في هذه الجهود على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المجتمعي. يعني فاجتمعنا في عدد من الاجتماعات التالية، تفاكرنا وقمنا بالعمل على رفع قدراتنا كمجموعة. ومن بعدها كان في برضو في 2019 دعم آخر من السفارة السويدية، لأننا نتلقى تدريب متطور. ومن هذه اللقاءات في 2019 تقدمنا بالطلب أن يتم التعريف، أن يتم الاعتراف بنا كمجموعة مستخدمين. هي عبارة عن يعني فورم نقوم بملئه، وكان الشروط المتطلبة للاعتراف بنا كمجموعة عمل متحققة. فتم الاعتراف بنا بصورة رسمية في 14 جون 2020، وهي مجموعة مؤسسة للمجتمع كانت تتكون من أكثر من 10 أفراد، فيهم 3 سيدات هم أعضاء مؤسسين للمجتمع ورجل واحد. فكنا دائما فخورين بأننا نحن مجتمع فيه يعني تمييز إيجابي للسيدات.
جميل جدا سيدة علا، وما أثارني في مجموعتكم هو أنه أنتن أن المجموعة مكونة من عدد كبير من السيدات، يعني 3 سيدات ورجل واحد. هنا سيدة علا، كما نعلم أن في المجتمعات العربية بصفة عامة يكون من الصعب على المرأة أن تكون لها السيادة أو الريادة كما نقول، فما هو موقع المرأة داخل مجتمع سوداني؟ كما أشرت يعني في سؤالك نفسه، إن هو المجتمعات الشرقية فيها خلينا نقول إنه النساء لا يجدن فيها موقع الريادة بسهولة، ولكن وبالتالي المجتمع السوداني هو ليس ببعيد من هذا الوضع. ما يميزنا نحن كسودانيات هو أنه يوجد دائماً سيدات على المقدمة من يحاولن تغيير هذا الواقع، ونجحن بالفعل في أنهم يخترقوا عدد من المجالات وعدد من المناطق سيادة الرجال، يعني إذا كان على مستوى الاجتماعي السياسي الاقتصادي. فهو واقع يعملن النساء على تغييره بكثير من المجهودات، بكثير من التنظيم القوة الخاصة بالسيدات، وهناك نجاحات يعني تشار إليها بالبنان بالنسبة للمجتمع السوداني كنساء رائدات للمجتمع السوداني. أفتكر إنه إحنا لما كنا جزء من تكوين هذا المجتمع الخاص بويكيبيديون السودانيون، كنا برضو نموذج مشرف يعني لعدد من السيدات اللي هم بيمثلوا السيدات السودانيات والنساء السودانيات، ويمثلن همومهن واهتمامهم بتغيير الواقع وفتح الطرق لمن يأتي خلفهم. نعم سيدة علا، وأنت تتحدثين يعني لامست فيكن يعني كسيدات الإرادة والعزيمة في العمل، وبالتالي وكأنكن تعبرن على أنه نعم نحن نستطيع القيام بالكثير من الأشياء المهمة، وقد فعلتن ذلك، خصوصا أنه إن تحدثنا عن العمل الذي تقومون به وعن المشاريع التي تعملون عليها فأنتن تقومون بعمل جبار. هنا سيدة علا، ما هي المشاريع التي اشتغلتم عليها؟ شكرا يعني لدعمكم، وشكرا لإشادتك بالمجهودات المستمرة التي نقوم بها، وأنا طبعا أمثل يعني مجموعة من الشابات والشباب اللي هم منضمين تحت لواء هذه المجموعة. لكن رحلتنا بدأت فعلا هي من نقطة انطلاقنا كانت من مشروع ويكي جاب، ولذلك ممكن كان أغلب السيدات الذين خضعن للتدريب أغلب الحضور هم سيدات، وخاصة إن الموضوع نفسه الخاص بالمشروع أو المبادرة الأولى التي احتكتنا بمجتمع ويكيبيديا من خلالها هي ويكي جاب، اللي بتهتم برفع المحتوى أو بزيادة المحتوى الخاص بالنساء على الموسوعة. وده كان أول المشاريع التي اشتغلنا عليها في 2019، ولكن بعدها في 2020 لم نكتفي بأن تكون فقط هي المقالات الخاصة بالسيدات، ولكن أضفنا لها تدريبات خاصة للتصوير، ونظمنا أول مسابقة خاصة بالتصوير تدعم المحتوى الصور عن السودان ضمن مسابقة عالمية هي ويكي تهوى أفريقيا. فدي كانت أوائل المشاريع التي اشتغلنا عليها، وطبعا يعني دائما كانت هي نقطة الانطلاق تكون عن طريق تدريب مستخدمين جدد على التحرير وعلى مراجعة المقالات. نعم سيدة علا، هل لدى المجموعة شاركت مع مؤسسات تعليمية أو منظمات غير حكومية؟ وإن كانت هنالك هذه الشراكات فما هي طبيعتها؟ طبيعة العمل في المجموعة نفسها هي كمجموعة تطوعية كموسوعة حرة تدعم المعرفة الحرة والوصول الحر للمعلومة، جعلتنا نكون حريصين على أن نعمل لوحدنا، بالعكس كنا دائما نبحث عن عقد شراكات وعن بناء قدرات أعضاء المجتمع عبر هذه الشراكات. فدائما كان شعارنا أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، لا أن نبدأ شيئا جديدا، وأن نستغل الموارد الموجودة.
ففي هذه الخطوة نحن كنا ضمن عدد من الشراكات، أولها هي شراكتنا اللي بدأنا بها مع السفارة السويدية، كانت هي مبنية برضو على مجهودات بحثية ومقالات وتحرير لمقالات قاموا بها عدد من الصحفيين والصحفيات. وبعدها كان في مبادرة كريمة من معهد الدراسات الإنمائية جامعة الخرطوم، مدونا بعدد من يعني أنواع مختلفة من الدعم، من ضمنها توفير مكان لأن نلتقي ومعمل لكي ندرب فيه الشباب والشابات في أوائل ورش التدريب التي قمنا بها. أيضا برضو كان عندنا شراكات مع جامعات زي جامعة نيالة في جنوب دارفور، واشتغلنا مع مجموعة من الباحثين السودانيين والصحفيين وأمناء المكتبات. فهي دائما كانت يعني عملنا كان يكون ضمن شراكات محلية وعالمية وإقليمية أيضا، ولكن كانت دائما البذرة الأولى هي أن نبدأ من مجتمعاتنا الخاصة، أن نبدأ من السودان ومن داخل السودان بالموارد الموجودة. نعم سيدة علا، فعندما نريد أن نغير شيئا أو أن نحقق تغييرا فعليا يجب علينا أن نبدأ من أنفسنا، وبالتالي فالانطلاق من السودان أو من المكان الذين أنتم فيه يكون دائما أفضل ويكون له تأثير كبير أيضا. هنا سيدة علا، هل يمكنك أن تشاركي معنا تجربة أو إنجاز لا ينسى من فترة عملك مع ويكيميديا السودان؟ أفتكر يعني إن حق لي إنه أختصر الرحلة السابقة أكثر من 5 سنين في أن يعني أعطي لمحة عن لحظات أحسسنا فيها فعلا بالنجاح وأحسسنا فيها بالإنجاز. كانت البدايات اللي هي ساعدتنا على أن نستمر ولا زالت تشكل لنا زادا، يعني كان التعاون مع مجموعة المصورين السودانيين ومجموعة من الهواة ومحبي التصوير عبر تنظيمنا للمسابقة الخاصة بويكي تهو أفريقيا، يعني في 2020 كانت تتحدث عن المواصلات النقل والمواصلات موضوع المسابقة. فمن خلال تنظيمنا للمسابقة والحماس اللي شفناه في الناس اللي شاركوا في المسابقة من المصورين والمصورات، عدد الصور التي اترفعت التي هي بجودة عالية حتى من هواي يعني، والمجهود اللي بذلوه المصورين والمصورات في نشر الإعلان عن المسابقة وتحفيز الآخرين للانضمام، وهي بداياتنا يعني. فكانت بالنسبة لنا تجربة ناجحة وإنجاز أن نخترق يعني هذا العالم بتاع المصورين وندعوهم لأن يتبرعوا يعني بصور هم وضعوا فيها الكثير من المجهودات والموارد لأن تكون يعني متاحة للاستخدام تحت تراخيص المشاع وتحت تراخيص الحرة. وهذا يدل إنما يدل على إنه إحنا يعني نجحنا في إنه نوصل الفكرة خاصة بالمسابقة نفسها وإن ندعم المصورين السودانيين في إنهم يوصلوا لجمهور جديد. فكانت فعلا يعني تجربة جميلة برغم إنها هي أخذت مننا مجهود كبير، خاصة إنه كان التمويل جدا صغير وكان طموحنا جدا عالي في إنه مثلا يكون عندنا عدد كبير من المصورين مشاركين ويكون عندنا أكثر من 200 صورة تترفع، ونجحنا بالفعل بتحقيق الضعف من الرقم ده. فكانت دفعة يعني جميلة للمجتمع لأنه نستمر في مجهوداتنا. نعم سيدة علا، صراحة أهم شيء يمكن أن يكون في المجتمع هو الإيمان بالقضية والعمل من أجل تحقيق الهدف المرسوم مهما كانت الظروف. هنا سيدة علا، ما هي المبادرات التي تم الحفاظ عليها أو إطلاقها رغم التحديات الأمنية التي تعيشها السودان حالياً؟ أفتكر يعني المبادرات اللي لسه مستمرة أو المجهودات اللي هي مستمرة برغم الأوضاع الحالية في السودان والتحديات الكبيرة لأنه الناس تقدر توصل إلى الإنترنت
وتخصص من وقتها وتقتطع من وقتها ومالها للمساهمة في الموسوعة، هي الأكثر تحديا في الفترة دي، إنه أنت تقدر توصل لإنترنت ثابت ومستقر وبالتالي تساهم في تحرير المقالة. هي دي اللبنة الأساسية للمجتمع، وأفتكر إنه إحنا إلى حد ما يعني بالقياس للتحديات الموجودة نحن نجحنا في إنه نستمر رغم الظروف الموجودة يعني، وبالحفاظ على كمان على سلامة المشاركين، وإنه نحافظ على حماسهم الذي طبعا يعني تعرض لهزات قوية يعني مع الأوضاع الأمنية والاقتصادية الخاصة بالبلاد حاليا. صراحة الحفاظ على نفسية المشاركين أو المتطوعين خلال الظروف الحالية هو أمر صعب، ويعني يتطلب مجهود كبير جدا من أجل تحقيقه. وفعلا أنتم تقومون بعمل جد رائع، والدليل على ذلك هو استمراركم رغم كل التحديات، وحضورك أيضا معنا اليوم، فهو ليس بالهين أبدا حضورك معنا في البودكاست. هنا سيدة علا، تحدثنا عن المجموعة وعن المشاريع التي تقومون بها. الآن في إطار الأوضاع الحالية، كيف تتمكنون من العمل على هذه المشاريع؟ مثلا هل تعتمدون العمل عن بعد؟ هل أعضاء المجموعة هم الآن بالسودان أم أنهم في مناطق أخرى مختلفة من العالم؟ هو طبعا يعني الحاجة الأساسية أو الوضع الأساسي حاليا إنه نحن ما عايز أقول إن إحنا مجمدين نشاطاتنا، ولكن هي نشاطات يعني أضعفت كثيرا بالأوضاع الحالية يعني. فعدد كبير من أعضائنا المتواجدين في السودان هم ليس لديهم وصول للإنترنت، والعدد الأكبر ممن خرجوا من البلاد هم في وضع غير مستقر، وبالتالي أولوياتهم تغيرت ومساهماتهم قلت. ولكن يعني العامل الأساسي في بقائنا على تواصل هو أننا لدينا قنوات التواصل مع بعضنا عبر الواتساب، عبر التليجرام، وصفحاتنا بتاعت الفيسبوك. فالقلة الموجودة والتي لديها وصول للإنترنت وإن كان غير مستقرا تساهم في التحرير، تساهم في إعادة صياغة المقالات، تتشارك معنا روابط للمعلومات، تتفاكر معنا حول المشاريع التي هي قابلة للتنفيذ يعني. والبعض يضع خطط مستقبلية يعني تتركنا فخورين جدا بأنه احنا بدينا مثل هذا المجتمع. في الفترة الأولى من النزاع كان يعني أحد أعضاء المجتمع هو مهتم بالمونتاج الصوتي والتحرير الصوتي، فقرر أن يقوم بتكوين مجموعة صغيرة من مجموعة من أصدقائه وأصحابه. وبالفعل يعني نظمنا تدريب لمدة 3 أيام من عبر الإنترنت معه هو على أرض الواقع، وكانت تجربة جدا جميلة أن يظل هناك دماء جديدة تضخ إلى المجتمع. فنحن يعني نظل على اتصال مع بعضنا عبر الواتساب، والجميع يحاول أن يكون له بصمة في ظل الأوضاع الحالية. جميل جدا سيدة علا. هنا كيف تؤثر الظروف الحالية على قدرة المتطوعين في السودان على المشاركة في مشاريع ويكيميديا؟ حاليا الظروف الحالية في ظل نزاع نشط وفي ظل انقطاع الإنترنت في أكثر من نصف رقعة البلاد، فالأوضاع الاقتصادية المزعجة جدا حيث ارتفاع تكلفة الوصول للإنترنت وعدم استقراره، وتكلفة الوصول إليه إضافة إليها تكلفة الحركة لكي توصل لنقاط الوصول لنقاط الإنترنت الوصول للإنترنت، جعلت المشاركة أو قدرة الأعضاء للمشاركة في مشاريع ويكيميديا ضعيفة.
ولكن أيضا نحن فخورون جدا بأنه في عدد لا يستهان به من الأعضاء يحاول باستمرار أن يظل على تواصل، ويحاول أن يسهم على الأقل، هو يدعم من يقوم بالتعديلات وينظر، يعني يراجع معه عبر الواتساب السياق بتاع المقال أو يمدنا ببعض الروابط. فالظروف الحالية طبعا تحدي كبير، يعني لأنه نحن نواصل عملنا. أفتكر من أكبر التحديات لنا هي أن نضع خطة في ظل هذه الأوضاع التي تتغير بسرعة عالية وديناميكية. صراحة أتفق معك سيدة علا، لأنه سيكون من الجيد أن تكون هنالك استراتيجية أو خطة من أجل العمل في ظل هذه الظروف الحالية، خصوصا أنه يعني هنالك هذه الظروف تؤثر على نفسية المواطنين بصفة عامة وأيضا المتطوعين، فكيف يتم توفير هذا الدعم النفسي والاجتماعي للمتطوعين خلال هذه الفترة؟ طبعا يعني افتكر انه احنا في اول شهور من اندلاع النزاع في السودان، كل الشعب السوداني من كان داخل السودان او خارجه مر بمرحلة الصدمة ومرحلة عدم التصديق والانكار وكل هذه المشاعر المرتبكة يعني. ولكن وقدرات الاشخاص برضو تختلف على فيما يخص الاستجابة لهذه التغييرات. والمجتمع الويكيبيدي ومجتمع المتطوعين الويكيبيديون ليس ببعيد من هذه الأجواء يعني. فبالفعل احنا في الفترة الأولى تجمد نشاطنا إلى حد كبير. الأغلب كان انتقلنا من أن نكون فاعلين ومحررين للمقالات إلى أشخاص يبحثون عن المعلومة، أشخاص يبحثون عن تأكيدات هل هذا حلم ما يحدث، الأخبار وصحتها. تفتكر المرحلة اللي بعدها كانت الاطمئنان على بعضنا البعض ومحاولة توفير الدعم النفسي أو المادي لأعضائنا، أين أنتم الآن؟ يعني ماذا يحدث حولكم؟ محاولات فردية لتطمين بعضنا البعض. فللأسف طبعا يعني الأوضاع اللي مرت بها السودان والمجتمع ويكيبيديا لم يكن بعد بالقوة التي تجعله قادر على امتصاص هذه الصدمة، فأثر ذلك جدا علينا يعني. ولكن بعد مرور أكثر من سنة الآن نحن نحاول استعادة توازننا النفسي، محاولة رتق الفجوة التي حدثت بيننا وبين بعضنا البعض وبين المجتمع نفسه وقدرتنا على الاستمرار. وكانت أولى خطوات هي أن نطلب المساعدة. طبعا قمنا بالتواصل مع عدد من المجتمعات من حولنا، من سبقونا لمثل هذه الأوضاع وآخرون مهتمين بدعم المجتمع السوداني وبدعم ويكيبيديا. وأفتكر إنه دي كانت لحظات مهمة أحسسنا فيها بأننا فعلا جزء من مجتمع عالمي يعني. تم توفير عدد من الدعم النفسي الجماعي، البعض يطمئن عن مجتمع السودان، البعض يسأل عنا كأفراد، والبعض يسأل يوفر معلومات عن كيف يمكنكم أن تتواصلوا من غير توفر إنترنت، ومصادر كثيرة تم يعني تخصيصها لنا. في هذه النقطة برضو يعني لا أنسى أنه أتقدم بالشكر لمؤسسة ويكيميديا، حيث كان هناك الكثير من التفهم والكثير من الدعم ووضع أولوية لسلامنا النفسي وسلامنا الجسدي بغض النظر عن المشاريع التي توقفت بصورة مفاجئة وكذا. فدي برضو كانت نقطة دعم جيدة جدا، نشكر المجتمع الويكيميديا عليه. صراحة من الأشياء الجميلة بالمجتمع الويكيميدي ككل هو هذا التعاون وهذا الإحساس بالآخر، لأنه هدف المجتمع الويكيميدي هو نشر المعلومة، وبالتالي هو هدف إنساني، فكيف لا أن لا يفكر في بعضه البعض؟ وبالتالي المجتمع الويكيميدي فهو يعمل كخلية نحل،
وهي فرصة أيضا لنشكر جميع المتطوعين وجميع أعضاء المجتمع الويكيميدي عبر العالم على العمل الجبار الذي يقومون به. هنا سيدة علا، وأنت تتحدثين طيلة الحلقة وأيضا عندما كان لي معك اجتماع سابق نهاية الأسبوع الماضي، لمست في كلامك نوع من الأمل من التحدي للصعوبات وسط كل التحديات. كيف تحافظون على هذا الأمل في التغلب على التحديات التي تعانون منها سيدة علا؟ شكرا لبنى، يعني هذه إشادة تفرحني، ونحن نحاول فعلا أن نحافظ على الأمل في ظل الأوضاع الموجود فيها السودان. والبدايات نفسها لم تكن سهلة، يعني في الفترة الأولى من تسجيلنا كمجتمع كنا ولا زلنا ضمن مجتمع معزول دوليا، لم نكن نستطيع الحصول على تمويلات خارجية لدعم المجتمع، فهي تجربة جدا كانت صعبة ومعقدة. أن نقوم في وسط هذا الإحباط العام بالتقدم أن نكون مجموعة ويكيميديا السودان، مجتمع ويكيميديا السودان، أو مجموعة مستخدمي ويكيميديا السودان. وهي تجربة ليست الأولى بالنسبة للسودان أيضا، أنا أود أن أشير إلى أننا نعم نحن أول مجتمع يعني يتم الاعتراف به من قبل الويكيميديا كمجتمع مجموعة مستخدمين، ولكن السودان ومجموعة المحررين السودانيين نحن لسنا من بدأنا هذا المجهود. في 2003 و2002 كان هناك عدد من الشباب المتطوع الشابات المتطوعين منظمين إلى حد ما، ولكن ممكن لم يكن كمجتمع كبير. ففي 2020 2019 نحن كنا يعني ضمن روح الثورة وروح الأمل في التغيير في السودان. وللأسف يعني وإن أجهضت محاولات الشعب السوداني لأن يحصل تغيير ديمقراطي سلمي، إلا أننا نجد أننا الآن علينا على عاتقنا مسؤولية أكبر. كيف نحافظ على الأمل في التغيير؟ كيف نحافظ على فرصة للشباب لأن يوصلوا للعالمية في ظل هذه الظروف؟ فأفتكر إنه نحن يعني حاسين بالمسؤولية أكثر الآن. يعني لما تقولي لشباب انه مجتمع ويكيميديا مجتمع عالمي وبالتالي الفرص فيه اوسع واكبر من الرقعه الجغرافيه اللي انت فيها، هناك فرصه للتطوع ومن ثم فرصه للحصول على عمل او فرصه للحصول على تدريب ورفع لقدراتك لتنافس عالميا. فافتكر مثل هذه الافكار يعني او مثل هذه الفرص فعلا تدعك في موضع المسؤوليه والمحافظه على الامل، ليس يعني رفاهية، إنما هي مسؤولية علينا كمؤسسين للمجتمع كأشخاص يعني نحاول أن نغير واقع السودانيين حولنا. صراحة سيدة علا، هنيئا لكم بهذه الإنجازات التي حققتموها، وأيضا بصمودكم. هنيئا لكم على صمودكم ورغبتكم في التقدم إلى أو لا نحو الأمام. هنا سيدة علا، هل هناك تعاون بين ويكيميديا السودان ومجتمعات ويكيميديا أخرى لدعم النشاطات في ظل الأوضاع الحالية؟ نعم، يعني المجتمع السوداني هو لموقعنا الجغرافي ولخلفيتنا الثقافية، نحن جزء من مجتمعات أكبر من السودان. فنحن عندما يتم تصنيفنا كويكيميديا مجموعة مستخدمي ويكيميديا السودان، نحن جزء من المجموعة العربية، مجتمع الويكيميديا العربية، ونحن جزء من مجتمع ويكيميديا الأفريقية. وبالتالي هذا التنوع يعني جعلنا نقطة الوصل ما بين العرب والأفارقة والعالمية، أحدنا يعني يحرر بالإنجليزية وآخر بالفرنسية وآخر يدقق بالعربية. فنحن بالفعل جزء من مجتمعات أخرى، نجحنا إلى حد ما في أن يكون بيننا وبينهم يعني روابط ودعم وشراكات. المجتمع العربي الخاص بمثلا مجتمع بلاد الشام هو واحد من أول المجتمعات التي دعمتنا
في بداياتنا، والشكر برضو موصول للمجتمع المغربي. في البدايات كانت مع الزميل بوشندا، وكيف أنه شاركنا العديد من التقنيات والآليات لتنظيم المجتمع. فنحن كنا ولا زلنا جزء من مجتمعات تدعمنا وتفعل يعني تفعل معنا شراكات ومشاريع مشتركة، كتحدي أفريقيا مثلا لما في 2020 2020 قمنا بتجهيز مجموعة من قوائم المقالات حول أفريقيا، فكان برضو عندنا يعني شراكة مع المجتمع من غينيا، وحاليا نحن نعمل على بناء شراكات مع مجتمع تشاد. أنا جزء من مجموعات حتهتم بالإرث، فنحن برضو جزء من مجتمع يدعمه المجتمع الفرنسي. فهناك كثير من الشراكات، وطبيعة ويكيميديا نفسها وإنها تجمع ما بين أشخاص مهتمين بالتصوير وآخرين مهتمين بالترجمة والتراث الإسلامي وعدد من الاهتمامات المختلفة، تجعلك تكون حريصا أن تمد أيديك المساهمة والمشاركة مع عدد من المجتمعات. فحاليا نحن في طور، زي ما قلت في الأول، نحن في طور أن نستجمع قوانا وننظر إلى مجموعة من الشراكات التي يمكن أن تساعدنا على الصمود وتساعدنا على استعادة صحة مجتمعنا السوداني، وكيف لنا أن نستجيب للتحديات الحالية، وكيف لنا أن نبني شراكات تساعدنا على دعم المتطوعين معنا، وخاصة وأن هناك من سبقنا إلى مثل هذه التجارب. الشراكات هي طريقنا لأن نكبر وأن نستمر. نعم سيدة علا، فتحية كبيرة لمجموعة الشام وأيضا للسيد باشوندا. سيد باشوندا كان معنا في أحد حلقات الموسم الأول، كنا سعداء جدا باستضافته يعني الحديث معه. هنا سيدة علا بخصوص هذه الشراكات، مؤخرا قامت السيدة فريدة وهي عضوة بويكيميديا بالربط بينكم وبين الشام، هل يمكنك أن تحدثينا عن هذا التعاون بين المجموعتين؟ أجل، مشكورة سيدة فريدة وفريق عمل التواصل مع المجتمع العربي أن قاموا بالتواصل معنا في فترات مختلفة أثناء العام الحالي والعام السابق، حيث أننا نحاول أن نفكر بصوت عالي وتشاركي حول كيفية مساعدة المجتمع السوداني للصمود والخروج من هذه الأزمة. ساعدت أستاذة فريدة لأنه يكون بيننا وبين المجتمع في مصر تنسيق، وبيننا وبين المجتمع في بلاد الشام تنسيق آخر، وهي محاولات لأن نضع خطة بديلة يعني تساعدنا على النمو وتساعدنا على أن نتخطى التحديات الحاضرة أمامنا الآن، فخاصة وأننا نحن نتحدث بصورة كبيرة نتحدث عن الخيارات. ما هي الخيارات في ظل الموجود؟ هل نعمل عن بعد تماما؟ هل نحاول استعادة عدد من النقاط داخل السودان نفسه؟ ماذا عن السودانيين في بلاد المهجر؟ ماذا عن السودانيين الذين نزحوا إلى دول الجوار؟ إذا كان العدد الكبير من السودانيين موجودين في مصر ويوغندا وكينيا أثيوبيا ليبيا، وهي كلها دول جوار وبها بعض النشاطات الخاصة بويكيميديا وويكيميديا والبعض الآخر في مجتمعات نشطة جدا، ومن ضمنها مجتمع جنوب السودان. يعني أفتكر إنه النزاع الحالي اقتطع علينا الطريق في الخطة ألف، فماذا عن الخطة باء؟ يعني هذا كان السؤال الذي تبادر إلى ذهننا في أوائل شهور النزاع، وتشاركنا مع فريق التواصل من المجتمع ويكيميديا والشرق افريقيا والشرق ووسط افريقيا، عبر الاستاذه فريده وعبر ساندرا وعبر فيرونيكا. ما هي الخيارات؟ فنحن الان ننظر الى خياراتنا ونشوف ونحاول ان نرى الطريق بخطه بديله للاستمرار. نعم سيدة علا،
إن فشلت الخطة ألف فهنالك خطة باء، وهنالك خطة دال، وهنالك خطة ياء. وبالتالي فمزيدا من الإصرار والعزيمة من أجل بلوغ الهدف. هنا سيدة علا، هل هنالك مشاركات للمجتمع الويكيميدي السوداني في المؤتمرات؟ وهل هنالك صعوبات تواجهونها أثناء التنقل للمؤتمرات دائما؟ نعم، يعني نحن بالفعل نحاول أن نكون جزء من المؤتمرات، وأن وبالعكس يعني كنا نطمح في آخر مجتمع، في آخر مؤتمر حضرناه في ويكيبيديا عربية في الإمارات، كنا ننظر بعين الأمل إلى أننا سوف نكون ضمن السنين القادمة من ضمن الأشخاص، من ضمن الدول والمجتمعات المنظمة للمؤتمر. وبالتالي حرصنا على حضور مثل هذه المؤتمرات هو من صميم تكويننا كمجتمع، حيث أننا نحاول دائما أن نكون جزء من الحراك وفاعلين فيه، وأن نتبادل التجارب، وأن نستعرض تجاربنا، وأن نقوي صلاتنا مع المجتمعات العربية والأفريقية. حضرنا يعني من خلال عضويتنا حضرنا عدد من المؤتمرات، ويكي عربية الإمارات، ويكي إندابا رواندا، وأيضا قمنا بتنظيم ويكيمينيا في السودان بصورة فيرشوال على السنة السابقة 2022. فهي دائما كانت يعني من حرصنا ومن ضمن خططنا كمجتمعات أن نكون ضمن هذه المؤتمرات والتجمعات، ونأمل أن يكون حظنا أوفر في الفترات القادمة. بالنسبة لتحديات حضور مثل هذه المؤتمرات، فهي بالفعل يعني ازدادت مع الأوضاع الحالية، حيث أن السودانيين الآن تغيرت أوضاعهم الاقتصادية والسياسية وعلاقاتهم مع الدول العربية أو الدول الأفريقية، وبالتالي نحن نواجه الآن عدد من التحديات، حيث أن التنقل ليس بنفس التكلفة وليس بنفس الإجراءات، ولكن نأمل أن يكون هذا يوضع في عين الاعتبار بخصوص السودانيين وتغيير أوضاعهم الحالية. نعم سيدة علا، فكما نعلم الوضع الحالي في السودان يفرض علينا أو يفرض عليكم أو على المواطنين العمل عن بعد، يعني هنالك صعوبة كبيرة في التنقل وفي التجوال داخل المدن وعبر البلاد. هل هنالك أو تفكرون في فرص شغل على الإنترنت؟ وهنا أتحدث عن ويكيمانيا، هل يمكنها أن توفر فرص شغل على الإنترنت؟ طبعا يعني طبيعة عمل المجتمع نفسه هو يعتمد إلى حد كبير على العمل أونلاين وتخصيص ساعات للعمل أونلاين، فأفتكر أنه يعني في الفترة القادمة سيكون جل تفكيرنا وجل مجهوداتنا حول كيف يتم تأهيل أعضاء وعضوات المجتمع لأن يحصلوا على فرص للتدريب، فرص للعمل والتطوع المدفوع القيمة، لكي يساهموا من خلال تطوعهم في تغيير أوضاعهم الاقتصادية والحصول على فرص عمل أفضل. يعني أفتكر أنه التحدي كبير جدا يعني في وجه السودانيين، ولكن هناك نماذج جدا مشرفة للتأقلم وللاستفادة من الفرص المتاحة أيضا في ظل هذه التحديات. نعم سيدة علا، قبل قليل كنت تتحدثين على أنكم اشتغلتم على ويكيبيديا الفرنسية والإنجليزية والعربية، وقد سبق أن تحدثنا وقلت لي أنكم اشتغلتم أيضا بالتركية، هل يمكنك أن تحكي لنا عن هذه التجربة وأيضا عن تجربة الانفتاح على لغات متعددة؟ كيف جاءتكم الفكرة؟ وأيضا هل كان لها إقبال من طرف المتطوعين؟ بالنسبة للمجتمع السوداني والتعاون مع عدد من المجتمعات والأقوية،
هي لم تكن صدفة بقدر ما أنها هي كانت جزء من مجهوداتنا للتواصل مع المترجمين السودانيين، وكان ذلك من ضمن مجهوداتنا لأن نعمل على تحسين الموجود من المقالات. فعندما استعرضنا عدد من المقالات وجدنا أن هناك إسهامات كبيرة للترجمة إلى الفرنسية، الأسبانية، التركية. بعد رفع الحظر عن ويكيبيديا تركيا كانت واحدة من أكبر نقاط قوتنا أن نقوم بالعمل على ترجمة المقالات إلى التركية، خاصة وأنه مجهود متبادل، سوف يكون هو مجهود متبادل. فكانت هذه رؤيتنا للعمل على ويكيبيديا، ترجمة المقالات عن السودان إلى التركية. للأسف لم يتكلل هذا العمل بالنجاح إلى حد ما، ولكن هي إحدى نقاط قوتنا التي نود أن نعمل عليها. نعم سيدة علا، المهم هو المحاولة والاستمرار في المحاولة حتى النجاح، وهذا صراحة ما يعجبني في مجموعتكم، خصوصا مع التحديات التي تعانون منها. كما قلت قبل قليل، هنالك أمل وهنالك عزيمة في الاستمرارية. كيف تخطط ويكيميديا السودان لتعزيز دورها في بناء النسيج المجتمعي من خلال منصاتها بعد انتهاء النزاع؟ طبعا يعني نحن كنا وما زلنا نعمل على نقاط قوتنا، يعني إدارة التنوع، إدارة اختلاف ثقافي خلفياتنا الثقافية، وكيفية الاحتفاء بها هي إحدى ركائز عملنا كمجتمع سوداني، وهي نقطة كنا ولا زلنا نضعها في عين الاعتبار، أننا ورغم أننا نقول أو نقدم نفسنا للعالم كمجتمع سوداني أو كمجتمع مجموعة مستقبلي السودان، إلا أننا كنا ولا زلنا واعيين جدا بالاختلافات داخل المجتمع نفسه، وأهمية أن نعكس هذه الاختلافات بصورة إيجابية تعزز بناء الديمقراطية وتعزز بناء المجتمع السوداني الذي نطمح لأننا نراه على أرض الواقع. الكثير من الإسهامات في انتظارنا، كيف لنا نعكس وجهات النظر المختلفة، كيف لنا أن نوثق لتاريخ المجموعات الثقافية المختلفة، وكيف لنا أن نساهم في رتق هذه الفجوة التي كانت سبب في انفجار النزاع في فترات مختلفة من تاريخ السودان وفي الوضع الحالي. المبدأ الأساسي الذي تعمل عليه ويكيميديا هو الانفتاح والحرية والديمقراطية وتقصي الحقائق. فأفتكر أنه نحن يعني على عاتقنا مسؤولية كبيرة في أن فعلا يتم توثيق ورصد للحقائق وعكس للواقع، يعني وحيادية في تناول هذه المواضيع. فنحن نأمل أن نكون لنا قدم السبق في أن نسهم في بناء سودان يحترم اختلافاتنا ويدعم تنوعنا ويحتفي به. نعم سيدة علا، نأمل حقا حدوث ذلك. هنا للأسف وصلنا إلى نهاية الحلقة، ككلمة أخيرة ماذا يمكنك أن تقوله لنا؟ شكرا جزيلا أولا على استضافة مجموعة السودان واستضافتي شخصيا، شكرا لبنى على المجهود الكبير الذي بذلتيه مع فريق العمل للإعداد لهذه الحلقة، والتي أأمل أن تكون يعني فرصة لأن نحيي الأمل في وسط هذه التحديات ونعمل على إعادة استعادة توازننا كمجتمع وأن نستمر في عملنا وفي ظل هذه التحديات وفي ظل في والاستمرار في ظل الفرص أيضا. يعني أتمسك بصوت الأمل وأتمسك بصوت الحلم في غد أفضل لنا وللأجيال القادمة، وإن شاء الله نلتقيكم ونحن حققنا الكثير من أحلامنا مرة أخرى.
نعم سيدة علا، نتمنى أن نلتقي المرة المقبلة وأنتم قد حققتم أحلامكم المسطرة حاليا وتحلمون بأشياء جديدة أخرى. شكرا سيدة علا على قبولك الدعوة، شكرا لأنك تقاسمت معنا تجربتكم في السودان وتحدثت عنها رغم الظروف الحالية التي تعيشونها الآن، وأيضا شكرا على الأمل الذي قدمته لنا خلال هذه الحلقة، لأنه حقيقة يعني العمل في مثل هذه الظروف ليس بالأمر الهين ويتطلب مجهود نفسي وعقلي كبير جدا من أجل الاستمرارية. هنا أيضا أود أن أحيي من خلالكم السيدة ميرفت التي أيضا تقوم بمجهود كبير خلال الظروف الحالية التي يعيشونها بفلسطين. هنا أعزائنا المستمعين، عزيزاتي المستمعات، وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنتم مع الحلقة 10 من الموسم الثاني من برنامجكم ويكي بودكاست. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا معنا. نتمنى أن تنضموا إلينا في قادم الحلقات. شاركوا الحلقة مع أصدقائكم. أعطونا آراءكم وتعليقاتكم حول الحلقة. شكرا لكم، ونلقاكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد وموضوع جديد. دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.